هذا وأكد سعادة السيد أحمد العامر عضو مجلس النواب رئيس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بالمجلس أن البرنامج يمتاز هذا العام بتقديم ورش متخصصة ومتقدمة في مختلف المجالات التي تهم الشباب وعلى مدى نحو 5 أيام وبمشاركة عدد من النواب وممثلين عن جهات حكومية بهدف صقل مهارات الشباب وزيادة وعيهم حول العمل السياسي. شمل البرنامج ورش متخصصة لزيادة الثقافة البرلمانية والتعرف على الاختصاصات والأدوات البرلمانية للمجلس. التدريب والتأهيل كان في المهارات والثقافة الأساسية والمهارات المصاحبة للبرلماني الناجح من خلال زيارة الثقافة وكيفية استخدام الأدوات البرلمانية في التشريع والرقابة، أيضا في كيف التعامل مع وسائل الإعلام، الخطابة، مهارة النقاش والتعبير عن الرأي والإقناع والتعامل مع الجمهور. أمانة المحاضرين تم اختيارهم بدقة لتحقيق الهدف بفعالية عالية. قبل أمس مثل ما تفضلتي ختمنا برنامج الثقافة البرلمانية لفئة الشباب مشاركة أكثر من 300 شاب وشابة عبر الاتصال المرئي من سنة 19 ل 35 سنة. مدة الدورة كانت 5 أيام. بدار من نجاح البرنامج أمانة تفاعل الشباب الإيجابي وحسهم الوطني. مملكة البحرين بشكل عام على رأسهم سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الذي أعطى اهتمام خاص لأبناء وبنات الشباب مملكة البحرين، وهذا ما سهل على كل السلطات ترجمة هذه الرؤية السامية لأبناء الشباب إن كان في السلطة التنفيذية في تهيئة قيادين وإعطائهم الفرص، وفي السلطة القضائية اليوم نشوف قضاء ورؤساء نيابة وكلاء نيابة شباب، وأيضا في السلطة التشريعية في دعمهم وتقديم التشريعات المكررة أفضل الممارسات، وأيضا في تقديم هذه البرامج اللي بتأهل أعضاء برلمانيين لتهمهم فاعلية ونضج من خلال احتكاك الشباب بأعضاء المجلس من خلال هذه الدورات واكتسابهم للخبرات والمهارات المطلوبة يكونوا عناصر تبني في العمل السياسي. نعم. وتساهم في مشروع سيدي جلالة الملك الإصلاحي في نهضة مملكة البحرين في كل المجالات.